حييكم من جديد ونتابع. كنا طرحنا مجموعة من التساؤلات قبل الفاصل، أبرزها هذه الابتسامة التي رسمت على وجوه معظم، لكي لا نقول كل، القيادات الأخوانية لدى القبض عليها واعتقالها وأخذها إلى السجون. هذه الابتسامة التي كانت مرسومة على الوجوه وعدنا ورأيناها مرة أخرى من وراء القضبان أثناء المحاكمة، ما هو تفسير تلك الابتسامة؟ دي تفسيرها بسيط، اسمها الحيل الدفاعية اللاشعورية، ودي اسمها رياكشن فورميشن، اللي هي هتبقى تناقض العواطف. هذه الابتسامة ما هي إلا حسرة وفزع وخوف وانهيار موجود، فعادة انت بتعمل عكسها في المظاهر الخارجية، لكن اللي جواك غير كده، وبنسميها احنا زي ما قلت لحضرتك. لماذا لا تكون اشارات صحيحة ومظبوطة؟ لان استحالة ان واحد زي مثلا المرشد ابنه متوفي، نعم، يمكن هو الوحيد اللي ما ابتسمش فعلا يعني كتير، ابنه متوفي وعرف ان هو في قضاء على الحلم اللي بقاله 80 سنة، وتقول لي ان هو هيضحك، يعني بيضحك ليه؟ لا، التفسير العلمي ان هو عنده عكس تماما الابتسامة دي. يعني هنا دكتور انت تؤكد ان قيادات الاخوان هم مقتنعون بما يقومون به، يعني القيادات ما زالت مقتنعة، يعني انهم مقتنعين ان هم في عودة، واذا ما كانش حتى مقتنع لازم يقنع نفسه بكده عشان يستمر في الحياة. ما هو اي واحد فينا من غير امل يبقى ميت. طيب، والتصرف الذي قام به الرئيس المعزول محمد مرسي في سجنه أثناء المحاكمة، يعني الطريقة التي تصرف بها مع القاضي، الطريقة عندما أدار بظهره إلى المحكمة، كل ما قيل والشعارات التي أطلقها، طبعا شاهد ذلك عبر شاشات التلفزيون، كيف يمكن أن نوصف كل ذلك؟ عملية إنكار، نعم، وتمثيل. هو عاوز يوري المريدين انه مازال محتفظ بيعني الهوية بتاعته الشخصية، ولكن في تفسخ شديد جدا الهوية بتاعتهم كلها، وبتبان في سلوكهم، مش بس الرافض والانكار، ولكن في طريقة تعاملهم والالفاظ اللي بيستعملوها. وانت كلما انت استعملت الفاظ فيها نوع من انواع الاحترام وكل شيء، كلما انت كنت متملك نفسك، كلما انت كنت يعني قدرتك على التحكم في الذات ابتدت ان هي تهوى شوية، في هذه الحالة ممكن انك انت تقول كلام عكس تماما ما تحسه. هما مش في حالة ابدا من الرضا، هما في حالة من الانكار، وبيقنعوا نفسهم بعد فترة طويلة. برأيك الى اين، يعني الوضع النفسي لهؤلاء الى اين، يعني بعد قليل سيقتنع مرسي والقيادات، قيادات الجماعة، ربما أنه لا عودة، أن المسرحية قد انتهت وأن الموضوع قد يقفل على أمور أخرى. برأيك أين سيكون التطور النفسي؟ لا، بأي اتجاه؟ هل ممكن أن يقدم أحدهم على الانتحار مثلا أو على لا. هم يعني وفاتهم شهادة بالنسبة لهم، نعم، ويفضل أنه هو يستشهد زي بتوع المسادة على أنه هو ينتحر. لا، دولت مش بتوع انتحار خالص، دول مش بتوع انتحار خالص، لأن هم العقيدة بتاعتهم والفكر، نعم، بتاعهم أنهم عاوزين يموتوا بطريقة تانية مش الانتحار. ولكن حضرتك تحديدا بال2012 تصريح لك بديسمبر تحديدا قلت ان مرسي لديه مرض لذة السلطة، وعندما يفقدها سينتحر. لا، مش انتحر اطلاقا، يعني هنا اللي وصل لك المعلومة دي لمنشور في جريدة الوطن. لا كذلك، غير صحيح. والنهار على ما اظن موقع في الموقع. فرق بين حاجة مجازية زي ما بقول، نعم، انا دلوقتي الاخوان في حالة انتحار جماعي، نعم، دي كلمة مجازية. انا قلت بالعكس، انا قلت ان هم كلهم العملية بتاعت سواء ان هم هيتسجنوا سواء ان هم هيفرجوا عنهم، هم مش هيبطلوا الفكر بتاعهم القيادات، نعم، وهينزلوا تاني ويعملوا لمدة 80 او 100 سنة محاولة اخرى ان هم ياخدوا الحكم تاني، لان هو عندهم الفكر ان هم بيستشهدوا في سبيل الله. ضلال، فكر خاطئ. يعني لم تقل انهم سينتحروا او مرسي سينتحر. لا هم طيب، طبيعة شخصيتهم، نعم، مش باللي تنتحر ده. حتى كمان لما كانوا ذكروا على الرئيس السابق
حسني مبارك. هذا هو السؤال. سؤالوني على السؤال ده هو هينتحر. قلت لهم لا، هو مش من النوع اللي ينتحر. كيف نقارن بين سلوك مبارك وراء القضبان وسلوك مرسي وراء القضبان؟ يعني من وجهة نظر أحد أبرز أطباء علم النفس في العالم، كيف تستطيع أن تقارن بين التصرف هذا وتصرف هي؟ مقارنة جميلة جدا. نعم. أنت بتقولها طبعا، لأنك أنت بتشوف إنسان مش وطني، إنسان وطني قعد في القوات المسلحة وحارب لمدة طويلة جدا لغاية ما وصل لفريق ووصل كذا، وسلوكه هنا كان منضبط ملتزم بيحترم القانون وبيحترم نفسه، وزي ما انت شايف انه لما ندى عليه افندم بعز المأساة اللي هو فيها واولاده معاه. نعم. الى هذا القدر برأيك او برأي طب النفسي ان الرئيس الاسبق حسني مبارك هو مثالي؟ لا مش مثالي، ما حدش قال مثالي طبعا. منضبط ملتزم تحت القانون، يحترم القانون. يعني دي بقى صفات العسكرية في بلاد العالم. نعم. اي عسكري في بلاد العالم اربع حاجات: محافظ، منضبط، يتقن عمله، يحترم الكبير، ويسمع الاوامر التي. لماذا صار عليه الشعب اذا كان يمتلك كل الصفات هذه؟ لانه هو لماذا صار عليه الشعب؟ لا، ده صفاته في اوائل الخمستاشر عشرين سنة اللي حكم فيهم. نعم. بعد كده لما كبر شوية اصبح في ضغط عليه اكتر من قدرته في سنه، فابتدى يعطي البلد ويتهاون في فساد شديد، وابتدى يفكر في مسألة التوريث والحاجات دي. شوف يعني الشعب المصري ما يصورش الى ثلاث اسباب: لقمة العيش، اتنين الاستخفاف واهان الكبرياء. احد الكلمات اللي قالها على المعارضة: خليهم يتسلوا. دي احد الحاجات اللي ما فيش مصري يعني تسلقوا، خليهم يتسلوا، دي ده يصور لها. ثالث حاجة انك انت تهين عقدته الدولية، دي ثالث حاجة. نعم. وانت توقعت ذلك في 2006 عندما قال هذا الكلام، كان تعليقك على هذا الكلام ان الشعب المصري او شباب مصر ستسور على مبارك. ده صح. وهكذا الحمد لله ان توقعاتي في هذا الوقت، وبرضه كان فيه مساحة، لان انا كنت بقول ده في التلفزيون، ما حصلليش حاجة يعني، لم يقبض علي سواء ايام الاخوان بقول كده او ايام كده يعني سايبني. يمكن انا كده راجل بتاع طب نفسي ما لناش دعوة بيه خالص او حاجة مش كده، ولكن كانت توقعاتي ليه، لان الكلمة بتاعت انك انت تكسب 100%. نعم. المعارضة كذا وكذا، دي كانت يعني مهينة جدا. ولكن تعليقا على هذا الكلام، هناك اليوم من هو متخوف من أن نكون انتقلنا من الديكتاتورية إلى ديكتاتورية أخرى، وحضرتك شخصيا حددت هذا الموضوع أنك خائف من أن شعب مصر بهذا التصرف اللي عم يتصرفه أن يكون عم يصنع من المشير السيسي فرعونا أو ديكتاتورا جديدا لمصر. بناء على ماذا بنيت هذا التصور؟ حضرتك قلت جملتين متناقضتين شوية، انك انت خايف، انا خايف، لكن الدستور الحالي يزيد على ذلك. الوعي السياسي في الشعب المصري لن نقبل ولن يكون في عمر اولادي واحفادي دكتاتور. انا بقول لك هذا الكلام وعلى يقين. لماذا كنت خائف في السابق وما زلت خائف؟ يعني ما الاقي ناس يقول لك ايه المنقذ، يعني والمنقذ هو الشعب، يعني عايزين هو اللي ينقذكم ولا انتوا هتنقذوا نفسيكم؟ دي كلمه سلبيه مش واقعيه. لا مش واقعيه، لانه لو لم يتصرف ويتدخل لا كلمه المنقذ في وقتها ربما الامور لم تصل الى ما وصلت اليه بالنسبه لهؤلاء. أيوة بمعنى أيوة حسب راي هؤلاء. مظبوط كلامك، ولكن انا عاوز اقول ان هو في هذه الحاله هو المنقذ. هم بيتكلموش على هذا، بيتكلم احنا عاوزينه رئيس عشان يكون المنقذ. فهو رد عليهم قال لهم انتوا مش هتبسطوا،
انا هصحيكم الساعه 5 الصبح، انا هخلي كل واحد يشتغل، انا بطون هتبقى انا هزبكم بطونكم. رد عليهم، انا مش هنقذ، انا لا استطيع ان انقذكم الا اذا انقذت نفسيكم. دي المشكله دلوقتي، ان كل واحد مش عاوز يشتغل وعاوز ياخد، فهو فهمهم. هنا بقى اما اقول ان انا خايف ان هو يبقى فرور، ان احنا انا قلت مش بس كده، انا قلت المصريين عباقره في خلق الفرعون. اي انسان يعني عبد الناصر لما في سوريا شالوا عربيته وهو بيها شالوا، فكان هيجل كان بيقول ان هو كان بيتكلم بيقول عمال يقول لنفسه ما انا الا بشر مثلكم، ما انا الا بشر مثلكم، خايف. دعنا ننتقل الى عدد من الاسماء مع حفظ الالقاب طبعا للجميع. في جملة صغيرة، انطباع نفسي عن تلك الشخصيات. المستشار عدلي منصور، يعني هتقدر تقول ان هو انسان متزن عاطفيا، متزن يميل عاطفيا، يميل لا الف متزن عاطفيا، احنا بنسميها متزن ايموشنال ستيبل، متزن عاطفيا ده معناها ان هو الافكار بتاعته ما تطلعش هباء، نعم، تبقى بناء على اتزان، نعم، غير اندفاعي، دي مهمه جدا. ما يقولش الكلمه اللي هو يعي معناها، وده هي اللي احنا بنسميه الى حد ما يعني انسان الاتزان النفسي والعاطفي بتاعه يؤهله ان هو يقدر يحكم بالعدل. حازم الببلاوي، يعني اتحط في موقف اي وزير، اي وزير، ودي مشكله كبيره جدا عندنا في مصر، ان الاعلام اصبح عنده استبداد بحيث ان هو بيهاجم اي وزير او وزيره يحاول يعمل اي شيء من غير ما يخش بعمق في الموضوع. انت تتكلم عن الوضع النفسي للاعلام والاعلاميين بشكل عام. انا بقول لك ان هم يعني هو جه في وقت لا يمكن انسان يقدر ينجح في هذه المدة مع كل الحاجات اللي متلخبطه ده، واعتقد ان هو استطاع انه يلم بعض الاشياء. في بعض الناس بيتهموه بالضعف، في بعض الناس بيتهموه ان هو بطيء، في بعض الناس بيعموه، ولكن هذه هي صفه برضو عشان السن. يعني السن الكبير ما بيقدرش يعمل حاجه ابتكاريه مراوغ ثوريه. هل هو مراوغ عفوا كما يصفه البعض؟ لا، السياسه هي مراوغه، نعم، ياريت يكون مراوغ، ياريت يكون مراوغ، هي السياسه كلها مراوغ. عبد المنعم ابو الفتوح، انا اعرفه شخصيا، لكن كان اما كان امين اتحاد الاطباء النفسيين العرب كنت شايفه في شخصيه مختلفه خالص عن اللي موجود دلوقتي. يعني هو ما هو الفرق؟ يعني هو كان ملتزم باعمال كتير قوي انسانيه بيعملها في لجنه الاغاثه في اتحاد الاطباء النفسيين العرب، وكنت شايف منه مصداقيه شديده جدا وتعاون روح الفريق ومتجاوز لذاته. اليوم لا، يعني الى حد كبير دلوقتي اصبح عملية السلطة، والسلطة دي يبدو ان هي بتفرز اللي احنا بنسميها مفرحات النفوس الربانية في مخك. يعني احنا مخنا فيه افيون وحشيش وخمرة في كل حاجة ربنا خلينا، ده مش محتاجين الحاجات اللي بره خالص، ولكن يبدو ان السلطة بتزود ده زيادة عن اللزوم، بحيث انك انت تسيب السلطة بيجي لك انهيار شوية. فهو كان عنده أمل كبير قوي في السلطة، وبعدين السلطة راحت منه بيحاول تاني، فدي برضه بتعمل تأثير في الناحية النفسية. يعني ما ينطبق على عبد المنعم أبو الفتوح ينطبق على حمدين صباحي؟ لا، حمدين ممكن إن هو يعني متلازم مع نفسه، أنا ما أعرفش يعني التاريخ بتاعه كله، غير إن هو طالب كان بيساعد عبد المفتوح، يعني وده كان رئيس الاتحاد وده كان نائب رئيس الاتحاد افتكر على حسب الكلام ده هو، ولكن هو مؤمن بافكار ناصريه حقه وليه معارضه، ولكن ما افتكرش ان هو حاد عن اي شيء عاوزه، لكن تقربه من السلطه برضه خلى الانسان يختل. لما تقرب بالسلطه وانت عندك قوه حسبيه وراك قويه غير جدا لما تقرب للسلطه لوحدك. هل هناك عنده من صفه نفسيه معينه من سلوك نفسي معين يمكن ان يعطى لحمدين صباحي؟
لا بس هو ساعات بيتأرجح في أفكاري، وده ما تروش ده حاجة وحشة، ولكن يعني زي ما احنا بنقول متسلق الذكي بس هو اللي يقدر يغير أفكاره. متسلق كما ايضا بعض اقسامي يصفونه. ما اعتقدش يتسلق يعني متسلق يتسلق يعني يتسلق في انه ما كانش في وظيفة حكومية مثلا انه بيتدرج ويتسلق لحاجة، ده هو عمل حزب وكان عنده امل انه يقدر يخدم بالاسلوب بتاعه ده. هو ما انتخبوهوش وكان نمرة 2 او نمرة 3 او نمرة 4، الانتخابات الجاية هتشوف اذا كان الحزب بتاعه قدر يأثر في الشعب وقدر يصل له ولا ما يأثر. عمرو موسى يعني لا شك ان هو برضو اقول لك ان هو رجل متزن عاطفيا والى حد كبير عنده يعني المراوغة عظيمة جدا، ودي السياسة يعني السياسة ومراوغة. كان عنده امل طبعا في السلطة، ولكن استطاع بذكائه ان هو ينزل السقف بتاع التطلعات، وان هو ممكن يتعاون حتى في المستوى اللي مش هو رئيس. حازم صلاح ابو اسماعيل لا لا شخصية لطيفة يعني من ناحية نفسيا كيف لنا ان نوصف تلك الشخصية؟ لا يعني نرجسية وعشق للذات غير طبيعي زين عن اللزوم، مع نوع من انواع التطرف في كل الصفات، وبيتبع مذهب التقية ان هو ممكن يقسم على اي شيء كذبا. هم كتير قوي من الطيار الاسلامي بيعملوا كذا. صفوت حجازي دي شخصية كوميدية يعني ما اقدرش اقول غير شخصية كوميدية، الفاظ غريبة جدا لا تصح انها تطلع من واحد سياسي ابدا او حد ديني او حد اي حاجة، واعتقد ان هو عنده ازمة هوية نفسية شديدة جدا انه مش قادر يصل لاي شيء، امكانياته لا تسمح له بذلك، وبالتالي هو في ازمة هوية. محمد البلتاجي دكتور محمد البلتاجي والدكتور العريان كانوا اطباء وكانوا في نقابه بتاعه وكانوا اعضاء في مجلس الشعب، وكنا بنعمل القانون بتاع الصحه النفسيه، وعلاقتي بيهم كانوا ناس يعني دماثة الخلق غير محوله، وكل شيء اللي شفناه منهم بعد كده تدل ان هم عندهم قدره على ان هم يخبوا المشاعر الحقيقيه ويوروا حاجة تانية خالص غير التطرف الشديد والالتزام بفكرة خاطئة بغض النظر عن أي صداقات أي محبة أي شيء. ياسر برهامي أعتقد أنه هو واخد موقف إلى حد ما عقلاني، ما غلبش فيه العملية اللي هي العقيدة اللي هو بيؤمن بيها اللي هي ممكن جدا عكس اللي حاصل، ولكن قدر أن هو يركب الموجة بطريقة صحية ويتأرجح في أفكاري بحيث أنه هو يتمشى مع الواقع. طيب رجب أردوغان ده برضو متلازمة السلطة أصبحت دلوقتي يعني يقال أن أكثر صحفيين في العالم معتقلين في تركيا، أكثر وأكثر واحد لا يقبل النقد ولا يقبل أي حد يختلف في فكره عنه هو، وعمل زي كل بتوع الثورات اللي هم انتهوا، ولكن هو شخص حصل انتفاخ ذاتي زيادة عن اللزوم أكتر من قدراته، وإن هو حسن الاقتصاد مش هو لوحده مع الناس كلها اللي حسنوه، ولكن أعتقد إن هو هذه النرجسية وعشق الذات والفكر يعني ما تصدقش أبدا إن هو بيشتغل عشان الإسلام وبيشتغل عشان السلطة زي اللي حصل هنا، ماليش دعوه بالاسلام خالص. عاصم عبد المجيد برضه ده شخصيه هزليه كوميديه متطرفه لا يمت للوطنيه باي صله اطلاقا، ولا يهم الا وجوده في السلطه في مع الجماعه. الامير حمد امير قطر يعني السلوك اللي هو شايفه وجه يعني لاحظ ان هو ده انقلب على ابوه، واللي ينقلب على أبوه دي سمات عندنا إحنا في علم النفس الطب النفسي يخليني مش لا أحترمه بس لا أثق فيه، مفيش علاقة أقوى من الأبوة والأمومة، إن الواحد يخلع أبوه أو أمه من السلطة عمري ما أقدرش أثق فيه.
سأطرح عليك بس بعض الأسئلة نهائيا، يعني في النهاية أريد الإجابة عليها بنعم ولا فقط، نعم أو لا. مشاهد العنف تنتهي أو ستنتهي إذا وصل المشير السيسي لكرسي الحكم في مصر؟ ما فيش حاجة in between يعني؟ لا. طيب يبقى نعم. نعم. أكثر من 90% من المصريين يحتاجون الذهاب لطبيب نفسي. لا. الرئيس المعزول مرسي سيدخل في مرحلة جنون مستقبلا. يعني احنا ما عندناش كلمة جنون في الطب النفسي، عندنا حاجة اسمها مرض عقلي أو مرض نفسي أو مرض عصابي أو زهاني. هيجي له مرض نفسي يعني. إذا استمر في المكان اللي هو فيه لمدة أطول من كده هيجي له، خاصة أنه عنده أمراض أخرى وبياخد عقاقير أخرى. المرأة المصرية كانت صاحبة دور أكبر في إسقاط الأخوان أكثر من دور الرجل. نعم. لماذا؟ لأن المرأة المصرية جالها وعي وشافت الاضطهاد والقمع اللي كان موجود، يعني يمكن حست حالة ان هي اكثر الاهداف او اكثر المتضررات. لانك انت رغم انه دائما الاخوان الشعب اللي فات ما كلمش حاجة غير على الستات والختان والبنات يعني كان كلام غريب جدا. مجلس هزلي مجلس الشعب السابق ده. السؤال الاخير، جمال وعلاء مبارك اكثر عقلانية من ابناء مرسي؟ نعم. وصول مرسي إلى السلطة جعل المصريين يترحمون على زمن مبارك وأعطى مبارك حقه. لا. ليلى. ليلى. إذا كان في تعاطف على مواقف المبارك ما تنساش إن في يعني اللي إحنا فيه ده هو كله من هذا الحكم. نعم. مش من بعد الثورة يعني، ده امتداد. فما نقدرش ننسى بهذا الشكل، ففي بعض التعاطف لكن ده مش معناه ان هم يعود للحكم يعني او اي حاجه بالشكل ده. الدكتور احمد عكاشه سينتخب المشير السيسي رئيسا لمصر. هو اولا انا ما اعرفش هو هيرشح نفسه ولا لا، قال ولا ما قالش في حال فرش، وبعدين في ناس تانيين هيرشح اذا حصل ان واحد. نعم او لا؟ نعم او لا؟ ما فيش. نعم او لا؟ الدكتور دي ما تقدرش انت بتحط لي يعني تقتل ما تقتلش. افرض واحد جه بيه فكر ومنهج وبرنامج احسن منه. على فكرة حضرتك قلت ان المشير السيسي لن يترشح، شخصيته تدل على انه لن يترشح. لا انا قلت انا افضل الا يترشح. لا قلت في المصري اليوم بتسعة سبتمبر 2013 ان شخصية المشير السيسي لا تسمح له ان يترشح، او يعني من خلال خبرته كذا يعني قلت انه كل الادله تشير الى ان المشير السيسي لن يترشح. لا يمكن قريت جزء والجزء الثاني ما قريتهوش. انا كنت بقول انا عاوز القياده الشخصيه بتاعتها تكون ايه؟ يكون عنده كذا وكذا 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 وكذا، ويكون عنده قدره على ان هو يكون عنده مرونه، والضباط المرونه بتاعتهم بتبقى قليله، ولكن في احتمال ان هو اذا اشتغل بالناحية المدنية ان هذه المرونة هتيجي فيهم. من هي الشخصية التي تتمنى اليوم شخصية في مصر ان تأتيك الى العيادة او ان تذهب انت شخصيا اليها لاخضاعها لعلاج؟ لا ما يعني انا لا اتمنى لاي حد ان يخضع لعلاج. لا انك انت بدك تخدمه يعني بدك تعمل خدمة له ولا مصر. لا انا من خلاله انك تخضعه للعلاج. مين هي؟ انا كنت اذا كان عليا في عندنا نوع مهم جدا اسمه العلاج النفسي الجمعي، فانا كنت ان اخد مجموعات من الموجودين في المعتقل دلوقتي او في السجن الموجودين، وان هم يرضوا يقعدوا معايا ونقعد مع بعضنا قعدات في احتمال يا اما يقنعوني. لا انا ما بقول لك انه الارجح هيقنعوك. لا الارجح هيقنعوك. لا ما اصل انا اعرفهم شخصيا كتير منهم، ونشوف هنوصل لايه. ولان اذا ما كانش في مصلحه لمصر ما فيش داعي اضاع وقتي، اذا كان مصلحه للجماعه على بركه الله استمروا زي ما انتم عاوزين. دكتور احمد عكاشه انا سررت جدا في هذا اللقاء معك اليوم. الله يخليك. اتمنى لك التوفيق الدائم وطول العمر والصحه الدائمه، وأتمنى لمصر أيضا ولشعب مصر وللشعب العربي جميعا أن يعني كلنا سوا بلشوا مني وجر أن يكون عندنا وعي وثقافة
نفسية وعلاجية نفسية أكثر أن لكي نرى الصحيح ونرى الصح والخطأ ولا نتورط في أمور ربما يفرضها علينا الآخر أو يصورها الآخر لنا بأنها أمور حسنة. وتفضل. كنت أريد بس أقول كلمة واحدة قبل ما أمشي قبل ما نخلص يعني. الابتسامة والسعادة معدية. التفاؤل يدي سعادة. عاوز الناس تفكر في الدنيا بالطريقة دي. إذا كان لك صديق نكدي تأكد إنه هيعديك. تضحك تضحك لك الدنيا. أيوه. وبعدين يعني برنارد شو الساخر قال جملة لطيفة جدا. بيقولوا له أنت بتمشي. قال لهم أنا لا أمارس رياضة المشي إلا في المشي في جنازات أصدقائي الذين يمشون كل يوم. شكرا لك دكتور عكاشة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. تصبحون على خير.